برحب بحضراتكم من جديد، واسمحوا لي كده اخدكم في زياره طبعا كلنا فاكرينها، وهي زياره وفد النادي الاهلي لاسبانيا اللي شهدت زيارته لنادي ريال مدريد في نهايه العام الماضي 2019. كان ساعتها مقر جريده ماركا الاسبانيه، وكان الوفد بيتكون وقتها من المهندس خالد مرتجي وطبعا الدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره، واللي شاركوا في مؤتمر صناعه كره القدم العالميه. وفد الاهلي وقتها عمل جوله تفقديه في ملعب البرنابيو بمصاحبة برادجينيو نائب رئيس نادي ريال مدريد السابق ورئيس العلاقات الدولية بالنادي ورئيس جامعة ريال مدريد. طبعا الأهلي دايما بيبص لقدام، بيتطلع للأفضل ليه ولجماهيره لمواكبة ومعاصرة كل التطورات العالمية وطبعا نقل الخبرات الكبيرة في عالم كرة القدم. علشان نتكلم أكتر عن الزيارة دي معانا دلوقتي عبر سكايب خوان كاسترو الصحفي في جريدة ماركا الإسبانية، واللي استقبل وفد الأهلي وقتها عند زيارته لمقر الجريدة في إسبانيا. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير، أشكركم جزيلا على استضافتي، أشكركم أيضا على هذه المقدمة، وأريد أن أشكر صديقي محمد الذي زارنا وهو ممثل للنادي الأهلي، أحد أهم الأندية الموجودة في العالم والنادي الأبرز والأهم في قارة أفريقيا. وفي مثل شكرا جزيلا، نحن ممتنون لزيارتكم إلى جريدتنا وإلى النادي الملكي. احنا اللي بنشكر حضرتك على وجودك معانا. عايز ابدا معاك بانه كان في وفد من مجلس اداره الاهلي زار ريال مدريد واستقبلته في اسبانيا بمقر جريده ماركا. ازاي بتقيم العلاقه القويه بين ناديين يعني كبار زي الاهلي بطل القرن الافريقي وريال مدريد بطل القرن الاوروبي؟ أعتقد أنهما العملاقان للعالم كله، ريال مدريد والأهلي. ريال مدريد النادي الملكي هو الأهم على مستوى العالم، خاصة بالنسبة لعدد الألقاب التي أحرزها. أما بالنسبة للأهلي فهو الأكبر والعملاق الإفريقي الذي أحرز الكثير من الألقاب، سواء على المستوى المحلي فهو البطل الأوحد أو على مستوى إفريقي. لذلك كانت هذه الزيارة زيارة مهمة جدا، لذلك اهتمت جريدة لاماركا وهي أحد أهم الجرائد الموجودة في أوروبا ليس فقط في إسبانيا والمهتمة بكرة القدم. لذلك كان هذا اللقاء لقاء شيقا ليرسي علاقات بين العمالقة، أنا أسميها الزيارة التي أرست العلاقات بين عملاقين من عمالقة كرة القدم في العالم. طيب عايز اسالك برضو بصفتك مسؤول عن تغطيه الانديه الدوليه في مختلف بقاع العالم، ازاي بترى وجود نجم كبير بحجم الكابتن محمود الخطيب بمنصب رئيس النادي الاهلي؟ أعتقد أن هذا هو الوضع المثالي، أن يكون نجم بحجم محمود الخطيب لاعب كرة أسطوري في التاريخ المصري الحديث ليصبح رئيس هذا النادي. أعتقد أن هذا خير تمثيل من نجم مرموق لنادي مرموق. الناس تتحدث عنه كأحد سحرة الكرة، سواء على مستوى المهارة ثم بعد ذلك على مستوى الإدارة. وأنا تحدثت معهم وسمعت كثيرا عن الخطيب وقرأنا عنه كثيرا، وله أثر كبير في الكرة المصرية، فهو كما عرفنا من الجميع أنه النجم الأكبر بين نجوم الكرة المصرية، وليس فقط في مصر لكن أيضا في أفريقيا. وأنا أتذكر أنه كان هناك مقارنة بينه وبين رابح ماجر، لكن كان دائما الخطيب الذي يخرج بأفضلية من حيث الجماهيرية. لذلك أن يصل الخطيب ليصبح رئيسا للنادي الأهلي، أعتقد أن هذا يصل بنا إلى أن نعطي للأهلي درجة 10/10، اكتمال مثالي. من وجهة نظرك ليه النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا؟ إيه بيميزه عن الأندية الثانية؟
أعتقد أن عدد الألقاب التي أحرزها الأهلي عدد لم يحرزها أي نادي آخر، وهو نفس الوضع في الريال مدريد. لذلك أعتقد أن النادي الأهلي بثمانية ألقاب في بطولة أفريقيا هذا ليس بالرقم العادي. أيضا مسألة المشجعين والجماهيرية الغير عادية، لا أعتقد أن هناك أي نادي إفريقي يمكن أن يحظى بهذا القدر من الجماهيرية، خاصة أن مصر كدولة لها عدد سكان كبير جدا، وكما يقولون فإن معظم الجماهيرية الكروية في مصر تلتصق بالنادي الأهلي. لذلك حتى مقارنة بأندية في أوروبا أعتقد أن جماهيرية الأهلي هي الأعلى، بالإضافة إذا ما قارناه بأندية في أوروبا حتى لو كانت أندية شهيرة. طيب ما ينفعش تكون معانا وما نتكلمش على بطولة دوري أبطال أوروبا، عايز أعرف رأيك في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا في ظل غياب الأندية الإسبانية عن المربع الذهبي للمسابقة. أعتقد أنها الأيام ودول، فإسبانيا في بعض الأوقات كانت تحظى بأنها دائما كان في قبل أدوار النهائية وقبل النهائية كانت دائما إسبانية خالصة، وأعتقد أنها لمدة 5 سنوات كانت دائما موجودة سواء برشلونة أو الريال مدريد إلى آخره. لكن أعتقد أن العامين الماضيين خرج الأندية الإسبانية، لكن هذا لا يجب أن يشغلنا كثيرا، لأنها دورة، لأن الكرة الإسبانية سرعان ما تعود بعد فترات الأزمات. طيب احنا فاهمين كويس قوي ان اشبيليه في علاقه قويه بينه وبين اليوروبا ليج، بس ليه اشبيليه قدر ينجح بالتتويج ببطوله قاريه الموسم ده وبرشلونه واتلتيكو وريال مدريد ما قدروش يعملوا ده؟ أعتقد لأن البايرن ميونخ كان أحسن، المانشستر سيتي كان أحسن، تفوقها سواء على برشلونة أو على ريال مدريد. وأعتقد أن كرة القدم لها قانون واحد، هو من يتفوق، من يحالف التوفيق، من يكون أكثر تركيزا يفوز. لكن سيفيا له بالمناسبة له قوام طيب كفريق، صار بصورة طيبة واصطدم بأندية كبيرة كانت درجة تركيزه أعلى كثيرا، مهارات الأساسية والمهارات الفردية وأيضا اللعب الجماعي في سيبيا كان أحد أهم المميزات. لذلك أنا أقول أن سيبيا أنقذ الشرف الكرة الإسبانية في هذا الموسم. قبل ما اسالك على التغييرات الجذريه اللي ممكن تحصل في ريال مدريد، خليني اسالك انه كنا بنتكلم على سواريز وانه قد ايه متضايق انه برشلونه، يعني المدير الفني الجديد قال له انه هو هيمشي مكالمه تليفون بس اقل من دقيقه، وشايف ان ده مش الوداع اللي هو يستحقه بعد اللي قدمه للنادي، ايه رايك في الموضوع ده؟ أنا أعتقد أنها ليست الطريقة المناسبة لتوديع أحد أهم النجوم في برشلونة. هو في تاريخ برشلونة هو الهداف الثالث على مستوى تاريخ برشلونة. سواريز ليس باللاعب العادي، ليس بالنجم العادي، وأعتقد أن سواريز أحد رموز البرسا، لكن لا أعتقد أنهم سيقومون بطرد رموز أخرى، الأمر توقف عند سواريز. طيب بالنسبة لريال مدريد ممكن يشهد فعلا الفترة اللي جاية برضو تغييرات جذرية ونشوف نجوم كتير بتمشي برضو؟ أعتقد بيل هامس هما النجمان الوحيدان اللذان سيباعان إلى أندية أخرى، خامر رودريجو وبيل. طيب حابة برضو أعرف توقعاتك لشكل المنافسة في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني. Bueno, Madrid o Barça.
مدريد او برشلونه، مدريد او البارسا. لا اعتقد ان مفاجآت يمكن ان تقع، لان البرشلونه سيستمر مشروع ميسي على راس برشلونه بالرغم من ادائه السيء في الفترة الأخيرة. لذلك أعتقد أن كومان سيعاني كثيرا وسيبذل كثيرا من الجهد حتى يستطيع أن يقف في البارسا مرة أخرى على قدميه. طيب عايزين برضو نوضح للناس حقيقة الأنباء اللي بيتم تداولها باستمرار على يعني الصحف الإسبانية فيما يخص ارتباط محمد صلاح النجم المصري نجم ليفربول وزميله بالفريق ساديو ماني بالانتقال لريال مدريد. هذه الأخبار التي تدور؟ لا لا، هذا ليس ممكن. في الوقت الحالي ريال مدريد يعاني من أزمة مالية، لا أعتقد في الوقت الحالي، لا أعتقد. يمكن بعد سنة من الآن أن نتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد. طيب برأيك بعد اللي قدمه صلاح وتألقه مع ليفربول أصلا، يعني وجهة نظرك أنت جه الوقت أن احنا فعلا نشوفه في فريق تاني أو في دوري تاني غير الدوري الإنجليزي؟ طيب بشكرك جدا خوان كاسترو، كنت معانا في برنامج السادسة. عايزة بس قبل ما اطلع فاصل اقول انه مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ اختير ان هو افضل لاعب في الجولة الأخيرة من دوري ابطال اوروبا، والحقيقة انه بايرن ميونخ لو قعدنا نتغنى بانجازه وبقد ايه الفريق ده بقى فريق مختلف جدا تحت قيادة المدرب الحالي مش هيبقى كفاية. الحقيقة انه المدرب الحالي قدر ان هو اخر 30 ماتش لبايرن ميونخ في كل البطولات ان هو ما خسرش منهم اصلا ولا ماتش، يعني كسبوا 29 ماتش وتعادلوا في ماتش واحد. قدر يطور الفريق بشكل كبير قوي سواء على كل المستويات، سواء على المستوى الهجومي للفريق ونشوف في تنوع جدا في الهجوم، نشوف اكتر من لاعب بيقدر يحرز اهداف سواء ليفاندوفسكي او جنابري او مولر، او كمان على المستوى الدفاعي والتوليفه الدفاعيه العظيمه اللي عاملها من اول باك يمين كاميتش والفونسو ديفيز المدافع الكندي. الحقيقه يعني واحد من مفاجآت بطولة دوري أبطال أوروبا. لو قعدنا نتكلم قد إيه المدرب ده عمل تطور كبير في فريق كبير زي بايرن ميونخ، وإنه يوصل إن هو ياخد دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة ويوصل للثلاثية للمرة الثانية، يبقى تاني فريق في أوروبا بعد برشلونة يحقق الثلاثية مرتين، مش هيبقى كفاية. بس خلونا كمان دلوقتي نروح نشوف إنفوجراف عن أفضل الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى، ونروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسة.